حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازا تاريخيا ببطولة العالم المقامة حاليا في كولومبيا بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية، وفازت الرباعية المصرية بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كيلو جرام، كما توجت بذهبية النتر والكلين بعد رفع 148 كيلوغرام. وضمنت سارة ذهبية ثالثة في منافسات المجموع بقيمة 261 كيلوغرام.